نعم، في البداية اسمح لي، وأنا في الطريق إلى الاستوديو تلقيت نبأ أن ابن عم لي في غزة استشهدت زوجته وطفل وابنه وابنته في قصف غاشم. وبينما أنا في الاستوديو في انتظار أن أستمع إلى التقارير، تلقيت رسالة بأن صديق من أصدقاء طفولتي استشهد هو وابنه وابنته. وبالتالي هذا هو جزء من الحالة التي نعيشها إزاء الكارثة الإنسانية المتدحرجة في غزة، والتي تكاد تطال كل بيت وكل عائلة كل في غزة. التعازي لك دكتور إيهاب سيسو ولكل الفلسطينيين، والله يرحم الشهداء.